السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة، درس النهاردة هو الكهرباء. كلنا بنستخدم الكهرباء في بيوتنا، تعالوا نعرف أكثر عن الكهرباء. إيه هي أنواع الكهرباء؟ الكهرباء نوعين، أول حاجة كهرباء ساكنة أو استاتيكية، وكهرباء تيارية أو متحركة. تعالوا نبدأ بالكهرباء الساكنة. يعني إيه كهرباء ساكنة؟ الكهرباء الساكنة هي شحنات كهربية بتتكون على الجسم، والشحنات دي ما بتتحركش. طيب الكهرباء الساكنة دي بنشوفها فين؟ الكهرباء الساكنة دي بنشوفها في صورة الضوء اللي بيحصل في السماء لما الدنيا بتكون بتمطر، اللي هو البرق، وبنشوفها كمان لما نيجي نسرح شعرنا وهو جاف بنشط ونلاقي شعرنا بيقع، وبنشوفها كمان لما نيجي نقلع هدومنا ونسمع صوت فرقعة خفيف. كل دي أمثلة من الكهرباء الساكنة. تعالوا نعمل نشاط عشان نعرف إزاي الكهرباء الساكنة دي بتتكون. نشاط واحد، البالونة توليد الكهرباء الساكنة. الأدوات المستخدمة: بالون، قطعة من الصوف، خيط، كمية من السكر. الخطوات: هنفتح البالون ونربطه بالخيط وهندلك البالون بقطعة الصوف، وبعدين نقربه من السطح. هنلاحظ ايه؟ ايوه تمام كده، هنلاحظ انجذاب حبيبات السكر الى البالون. طيب ايه تفسير الكلام ده؟ تفسيره ان نتيجة دلك البالون بقطعة الصوف اتكونت على البالون شحنات كهربية، والشحنات دي جذبت حبيبات السكر للبالون، وهي دي الكهرباء الساكنة. تعالوا نعمل نشاط تاني عشان نعرف دي يعني ايه كهرباء ساكنة. نشاط اتنين، قصاصات الورق والمسطرة المشحونة. الأدوات المستخدمة: مسطرة بلاستيكية وقصاصات ورق. الخطوات: هنقرب المسطرة إلى قصاصات الورق. هل تحركت قصاصات الورق؟ طيب هندلك المسطرة بشعرنا عدة مرات. أيوة كده، بس كفاية هيقولوا علينا بنخش. قرب المسطرة إلى قصات الورق، ماذا تلاحظ؟ هنلاحظ إن قبل دلك المسطرة بشعرك القصات الورق مش هتتحرك، يعني مش هتنجذب للمسطرة، ولكن بعد دلكها قصات الورق هتنجذب. طيب ايه التفسير؟ التفسير ان نتيجة دلك المسطرة بشعرك بيتكون عليها شحنات ساكنة جذبت قصات الورق اليها. يبقى من النشاطين السابقين نقدر نستنتج ان دلك الاجسام يولد كهرباء ساكنة. نشاط اتنين، قصاصات الورق والمسطرة المشحونة. الادوات المستخدمة: مسطرة بلاستيكية وقصاصات ورق. الخطوات: هنقرب المسطرة إلى قصاص الورق. هل تحركت قصاص الورق؟ طيب هندلك المسطرة بشعرنا عدة مرات ونقربها إلى قصاصات الورق، ماذا تلاحظ؟ هنلاحظ إن قبل دلك المسطرة بشعرنا قصاصات الورق مش هتنجذب ليها، ولكن بعد دلكها قصاصات الورق هتنجذب. طب ايه تفسير الكلام ده؟ تفسيره ان نتيجة دلك المسطرة بشعرنا بيتكون عليها شحنات ساكنة بتجذب قصاصات الورق اليها. يبقى من النشاطين دول نقدر نستنتج ان دلك الاجسام يولد كهرباء ساكنة. تعالوا دلوقتي نتكلم عن النوع التاني اللي هو الكهرباء التيارية. يعني ايه كهرباء تيارية؟ الكهرباء التيارية هي شحنات كهربية بتنتقل خلال أسلاك موصلة لمسافات طويلة. طيب الكهرباء التيارية دي بنستخدمها في إيه؟ الكهرباء التيارية بنستخدمها في معظم أجهزة البيت زي التلفزيون والثلاجة والمروحة والكمبيوتر. طيب تعالوا نعمل نشاط عشان نتعرف بيه إزاي التيار الكهربي ده بيشتغل. نشاط ثلاثة، التيار الكهربي.
الأدوات المستخدمة كشاف جيم وبطارية. الخطوات: هنحط البطارية جوه الكشاف ونضغط على مفتاح التشغيل. هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن الكشاف بيشتغل. طيب إيه التفسير؟ التفسير إن البطارية دفعت بشحنات كهربية في أسلاك التوصيل، والشحنات دي خلت المصباح يضيء، والتيار ده بيمشي في اتجاه واحد، عشان كده بنسميه التيار المستمر المتحرك. طيب تعالوا نكون تيار كهربي بنفسنا. هنعمل نشاط 4: اصنع بطارية من الليمون. الأدوات المستخدمة: ليمونة وساق من النحاس وساق من الخرسين ومصباح وأسلاك توصيل. الخطوات: هنضغط على الليمونة عدة مرات حتى تصبح لينة، وهنغرس فيها ساق النحاس والخرسين على بعد 3 سنتي في الليمون، وهنوصل ساق النحاس والخرسين بالمصباح. هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن المصباح هيبيض نتيجة مرور تيار كهربائي جدا. طيب ايه التفسير؟ التفسير ان ساق النحاس والخرسين مع الليمونة كونوا مصدر مغلق للتيار الكهربي، واللي ادى الى اضاءة المصباح. يبقى نستنتج من الانشطة اللي فاتت ان الكهرباء التيارية هي شحنات كهربية تتحرك خلال اسلاك واجهزة الدائرة المغلقة. طيب تعالوا نتعرف على مكونات الدائرة الكهربية. هنعمل نشاط 5: تكوين دائرة كهربية. الأدوات المستخدمة: بطارية ومصباح وأسلاك توصيل ومفتاح كهربي. الخطوات: هنكون دائرة كهربية زي اللي موجودة في الرسم، وهنسجل ملاحظاتنا في الجدول التالي. أول حاجة، عند غلق الدائرة من المفتاح، المصباح هيضيء ولا مش هيضيء؟ ايوه تمام، المصباح هيضيء. طيب في لحظة فتح الدائرة من المفتاح، المصباح هيضيء ولا لا؟ تمام كده، الدائرة ما بقتش مغلقة فالمصباح مش هيضيء. طيب لما نيجي نشيل البطارية ونقفل الدائرة، المصباح هيضيء؟ لا طبعا مش هيضيء، لانه ما بقاش في مصدر كهربي. طيب هنوصل البطارية تاني ونقفل الدائرة، وأكيد المصباح هيضيء. الاستنتاج: هنستنتج من النشاط اللي فات ده إن البطارية هي مصدر التيار الكهربي، والمفتاح يعمل على غلق وفتح الدائرة زي زرار الكشاف، والأسلاك تعمل على نقل التيار الكهربي من البطارية للمصباح. طيب الدائرة الكهربية هي مسار التيار الكهربي. وبكده نكون وصلنا لملخص الدرس. الكهرباء الساكنة هي شحنات كهربية تبقى على الجسم. الكهرباء التيارية هي شحنات كهربية تنتقل خلال أسلاك التوصيل. والتيار الكهربي هو شحنات كهربية متحركة. الدائرة الكهربية هي مسار التيار الكهربي. ماذا يحدث عنده؟ ترك مسطرة من البلاستيك بقطعة صوف وتقريبها من قصصات ورق. أيوة تمام، تنجذب قصصات الورق إلى المسطرة. طيب عند حذف البطارية من دائرة كهربية مغلقة، لا يضيء المصباح. عند غرس ساق نحاس وخرسين في ليمونة وتوصيلهم بالمصباح، تمام، يتكون تيار كهربي ويضيء المصباح. قارن بين الكهرباء الساكنة والكهرباء التيارية. السؤال ده انتوا هتجاوبوا عليه. وبكده نكون خلصنا الدرس. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.